إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب الحج، قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. قال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فضاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة فقلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. باب ما أبواب يهي من الثياب أو يلبس ولبسن المحرم محرمك من الثياب حال كم يهي دركا قاسي يا والأردية يا والأزري محرمك وحا لبسن أو دركا كم ذا وقتك وحرمن يهي أما أردية يا رداء كم ذا أما إزارة كم ذا صدح ذبوا جمع الثياب والأردية والأزر. الثياب جمع ثوب وهو أعم،
والرداء والأردية جمع رداء وهو ما يلبس أو ما يلبس للنفس الأعلى للنصف الأعلى من الجسد. يعني الرداء وحال يرادا وحي قار كهرة لو لبس وقر بصارت إزار كنا برضو إسغنا ما يلبس للنصف الأسفل من الجسد قار كهوسة وحل اللبس. الأردية والأزر وللرجال رقوي هوين كايغو وحلال وحيدونان من الألبسة أي لبسانيا لركو دي عادقة هبي لبسانيا رقا سروال لو ما أقولا أو شار لو ما أقولا أو قميص لو ما أقولا أو وحكستا أو جسد كقاب كيسا أما نسكي سقاب كيسا أما حبين كمدا قاب كيد لو سميولا لو ما أقولا إزار يرداء بس. أما هوينكا إيغا وحا أوبانان وحكستا أو للبستوه أو هوينكو إي لبستان إني لبستان إلا لبشي مويه بالكا برقع على يرهدو أما النقاب كلا يرهدو وهذا قبلها يجو هذا اللبستان جزاهم الله خيرا ولا يرهدو إن الشرير كانوا نقانو كهدي حاجيته لا ما أقوله وهكذا لا أقوله إن مت كان قعمة قشقة أو قعمها لا قشرة لبعض لا ما أقوله لكن وحي كلا أو درعة ويلبسنايا مدى بقول هذا مرحبا هذا سيدو ربنا هذا حجاب كذا قاضي نيسا سروالي هوسك قاضي نيسا خوف بي قاضي نيسا كبد بولاني قاضي نيسا وحاسو إدل بي قاضي نيسا انت ربطي قاضي نيسا إلا لبدا أن شيء موي نقابك إيو قاما قشيك لبدا لوم أقول سيدا درت دبو ليهي ولبست ويلبستي عائشة رضي الله عنها عائشة ويلبستي الثياب المعصفرة دركا لغو سبغيي او لغو مذبيي عصفرك وحا ليرادو ووحانا نغان هرودة دهنوي هرودة وحانا نرهنو كاسا عصفر ليرادا عصفر كاس مريها لغو وحيي وحاويان ويلبستي هاوين كوي أبنائيهين لكن رقا حدي او جركا اغتيغ يراد اي مذب لوما اقول رقا هادو جركة أغتغى يميدب إيو ولبا مركي العسوب يهي جركة ووسقين إياه ومرين إياه ميدب كا عصفر كاو جركة أغتغى إياه كيسا سرق الله ما أقول لكن هوين كوا لا أقول إياه ولبست عائشة رضي الله عنها عائشة وي لبستي الثياب المعصفرة مركا لغو ميدبي عصفر كا هرودة لغو سبغي لغو ميدبي عائشة وي لبستي عائشة وصحابية وزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن فقهاء الصحابة بكمته ولبا إذن عمل كذا يقول كذبا يعني وحويا يتمسك به والقبسان إياه والو عمل فليا وهي إيضا محرمة محرمضة إيضا محرمضة أي درك معصفر كالبستي وقال ذوحي تري لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران لا تلثم تلثمك ووحى أفك إيا لغو قريو إنتا سنكا سيدا بال كان هذا اللقاته وكرونا هاللقاته كالماسك أفك لغو حرت محرمات هدي تهي لوم أقول محرمات هدي تهي لوم أقول عائشة سيدا سيدا لا تلثم ولا تتبرقع برقعنا مقادة نيسو برقع والنقابك وشيكو نمو قرينة يايسو عندها فرن كلي ولا تتبرقع يعني برقعنا ما لبس نيسو لا تلبس البرقع وهو ما يغطي الوجه ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران مرا لقو مذبيو لقو سبغيي ورس يا زعفران يذن الله مؤقرا لبدو دبوا نوع من الطيب لبن نوع الطيب ككم مذبيو لرك لقو مذبيو أدق له سادرت هذا لو جديد يا محرمنا الله ما أقوله وحطيب لله ما أقوله. وقال جابر جابر نوح يري لا أرى المعصفر طيبا عصفر كمريها لقوم إذا بي أما عصفر كنفتيسو
inuu qiib yahay sida warsiga iyo zacfaraan oo kale uma arkayo buu yiri. Marka hadduuna qiibmaalan warsiga iyo zacfaraanka labadooda waxaa loo diiday liannahu nawcun min aiib, waa iib iyo wax udga oo carfo weeye, laakiin mucasfarku saas maaha, cusfarku sidaa maaha. Saa darteeda waa loo baneeyay haweenka maryaha lagu midabeeyo cusfurka inay labistaan. walam tara caaishatu, caaishana uma ay arag ba'san wax dhib ah, bilxuliyi wathawbi alaswadi walmuwaradi, yani lam tara ba'san, walam tara caaisha, caaishatu ba'san, caaisha wax dhiba uma ay arag, bilxuliyi ay bilibsi lxuliyi, yani waxyaalahan haweenku isku qurxiyeen inay labisato iyadoo muxrimada, wax dhiba uma ay arag, ama qoorta ha ku labisato, ama gacanta ha ku labisato, ama dhegaha ha ku labisato, meeshii raba ha ku labisato, laa ba'sa bihi, wax dhiba ma leh. wakadalika arrajul, inuu khaatam labisto, ama saacad labisto, ama okiyaalo labisto, laa ba'sa bidalik, wax dhiba ma leh iyaduna. iyo wathawb alaswadi, marada madow, mara madow inay labistaan wax dhiba ma leh. iyo walmuwaradi, wardiga lawnu xaajira la yirahdo wardi, wardi waa looxa oo yani ubaxa, ubaxa midabadiisu isku jirjiraan, ma luqada ingiriiska maxaa lagu yihahdaa, maqa bink miyaa lagu yihahdaa, saasaan umalinaya magacaasuu leeyahay, magacaas loonka ah oo wardiga ah. kaasaa marka waxa weeyaan ay maryaha midabkaas leh iyo kuwa madowba way labisan karaan. maalan xataa ragga naftooda, ragga naftooda shardi maaha labada gooy inay cadcad yihiin, laakiin alabyadu axsan wa afdal, abyadka wanaagsan oo axsana, laakiin shardi maaha bayaad, midabuu yeelan karaa, laakiin bishardi inuuna warsi iyo zacfaraan midna ahayn midabkaasi. marka haweenkuna waa saas dharkay labisanayaan, midab ha lahaado hadduu rabo, midab ha lahaado. hadda ma aqaano cilmi yar miyaa keentay mashaarif, ma dadka tujaarta unbaa maaragtay muxuu ahaa arrimahoodii waxooda ku xayaysiinaya. haweenkii naftoodiibay waxay u sameeyeen dharay ixraam ku tilmaameen oo cadcadoo aan waxbaba qarinaynin, waxbaba aan qarinaynin, oo haweenaydu hadday wadato muxuu ahaa la sifayn karo xataa jasadkeeda, si qaab daran ayuu sameeyeen. marka kaasi shardi maaha, yayna gabdhuhu ku kadsoomin, xijaabkooda caadiga unbay ku xiranayaan, bay qaadan karaan oo loo ogolya. midaku raadaba ha lahaado. iyo walkhufi lilmar'a, yani lam tara ba'san bilxuliyi wathawbi alaswadi walmuwaradi walkhufi lilmar'a, haweenayda ragga khuf looma ogola, haweenkasa waa loo ogolya. naam. وقال إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى لا بأس أن يبدل ثيابه, دب ما لها إنو درك بدشو, يعني درك با إحرام كيبا كوغو وسقوبي مت كالو نظيفه دودتين تكو بدلت دب ما له, لا بأس بذلك, لكن بشرط درك عصوبية تكو بدلنا سواء برافون لهين, هذا برافون ليه ميا, لكن هو بدل كرتها. هواكو سيدو كاله maraday kusoo xarmadeen hadday ka wasaqowdo midda kaloo boorsada ugu jirta unbay ku bedelanaysaa, laa ba'sa bidalik, wax dhiba ma leh. dadka qaarkoodba waxay moodaan maradii markuu xarmanayay uu qabay waxaan ahayn inaan loo ogolayn, waa loo ogolyahay, hadday ku wasaqowdo waa bedelanaya, mid kale ku bedelanaya, walaa ba'sa bidalika insha allah. idan aathaartaasoo dhan oo saxaabadii iyo taabiciintii laga wariyey masaa'il baa ku jirta runtii wada muhiim ah oo cilmiya. kurayb wahuwa mawlaa cabdullaahi bni cabbaas radia allahu tacaala canhumaa, can cabdillaahi bni cabbaas oo mawlihiisii ah radia allahu canhumaa, qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni cabbaas, inطalaqa annabiyu sal allahu alayhi wasalama min almadiinati bacdama tarajal, inطalaqa annabiyu sal allahu alayhi wasalama, nabigii baa dhaqaaqay min almadiinati madiinuu ka dhaqaaqay oo ka baxay, bacdamaa tarajala markuu shanlaystay, wadahana uu saliidaystay madixii timihii, walabisa isaarahu wa ridaa'ahu,
إزاركيسي يردي يردائي يعني هسقنتجي يجوئي كرو قربصارت أهانا أول بستي هو وأصحابه نبي جي أصحاب دي سبا ويود اللبستين يجو نركي لبستي الأرضية والأزر وذا لبستي نبي جي أصحاب ضبا أي بحين فلم ينهى نبي جمؤون النهيين أو مديد عن شيء من الأرضية والأزر شيء قيالك كر لجه دو لجر بصار صدائيو هوس كنتيالك هوس لجه هوس كنتيجستو ودتك أي قبين وحكم إذا نبي مديد أو تلبس ولا لبستو إلا المزعفرة كوا زعفران كلاجوم إذا بيجي موية كوا سوديدي نبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن ردائي إزار كلا نبي مديد أما ها عدادو أما ميدا بحال هذا ما دام هو إزار ورداء أنت إزار يا ردائيهين نبي وحب مديد إلا المزعفرة كوا مزعفر كلاجوم ميدا بيجي موية التي تاسو تردع على الجلد أي تلطخ الجلد لكثرة الزعفران يعني زعفران بقى اللي قمي دبيه كبه ديه مركا جركو كو هرايا مركا نوع عاسو كزعفران كو وحا هراوي مركتا وانا طيب ومر مركا قاركود مريها اللي قمي دبيه مركا اللي حرته كركاقة أثري وقتقيا راد بي وقتقيا كواس نبي قواديدي صلى الله عليه وآله وسلم لكن ردائي إزار كلا وان زعفران يورسي جرين أن لهين نبيه مؤنن ديدين مؤنن ديدين كازعفران كأيو ورسي وندوك نصهر مري فأصبح نبيه وابريستي بذي الحليفة مكان كاذي الحليفة اللي يراهدو أيو نبيه كبريي يعني نبي صلى الله عليه وسلم سيدا نائما دونتا مقال هذا المدينة وحكس وبحي مركو دهرك تكدي كدب صلاة ظهر مدينة كتكدي صلوات الله وسلامه عليه بعد صلاة الظهر بكس ودقاقي وحو يمي ميش اللي رهدو ذا الحليفة ذا الحليف دقي عصر كينا ذا الحليف النبي كو كتكدي همين كيبو هيدي مرك وكبريي صلاة سوف بلغتو كدي مالنتي حكتي الدهر كمركو النبي قلتو كدي صلى الله عليه وآله وسلم أيو كدقاقي مرك ميقات كيد الحليفة سوغو مكا أتشيد مرك عديد كدو سوغا بيي فأصبح بذي الحليفة ذي الحليف بريي وكوا بريستي مالنتو كصوبحي ماشي اللي راهدو مدينة ذي الحليف سوغا ري قلب نمو ماشي سيبو دقي همين كيبو كهيدي ركب النبي وفولي مركة مركو كبحي ذا الحليفة وانا دهر كي دنبي ركب راحلته راحلة دي سيب النبي وفولي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على البيداء يعني حتى استوى إلى النبي وهشي فولي أو ستوصن وفولي إيه مركة هشي لا استاكتي لا عقد لقطي البيداء وقالوا البنان وبره قيسها كعيقان ذا الحليفة أنا سداء وادي قمرك اللي قد قاقبا للك وحال لقيل يا بنان ومدول قصعون أيو حتى إذا استوى على البيداء أهل نبي ووحر مضي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يا أصحابتي سبا نسقي بي حرمدين نسق ووحو أها ما إشيق محجبو أها إفراد أه محجي عمره وذا سعطو أها ما عمره أها لقو ما تفصيل لكن أحاديثه سعطان نوكل شيء دونته بس لكن وحير أهل أي النسك نسك جيبه النبي حرمضي هو وأصحابه وقلد بدنته بدند وهديقة حولها هديقة أولا سوك حين أيوه أولا الربائن مكلا قلوه sababtay tahay hadiiga iyo xoolaha la qalo dhiga laga daadiyo waxay ka mid yihiin min afdalil hajj hajka aamashi sako ugu fadiga badan marka nabigu xoolu soo kixeyay hadiya wa qallada taqlid kuna wa calaamad qorta loogu xirayo
علامات بقرت الله جحر يا الله جرنا يه حرهاني لهديهين وقلد بدنته بدن ذي سين النبي صلى الله عليه وسلم قرت وحجحري وذلك وحين أهيد لخمس بقين من ذي القعدة يعني شن همين أيا كدم منيد بش ذي القعدة معنى هذا محين قونيسا ما لنتي شن يلا باتنات بي أهيد مركز والنبي قم يشك النقاقي صلى الله عليه وآله وسلم يعني هدي لك دي بش صدن شن يلا باتن ما لنتي أهيد ما باقي أمرك ما لنتي شن يلا باتنات هدي اللي قجره شن ما باقي يا سمع مركا ساسي أهيد وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة نبي مكوح صوق علي لأربع ليال أفرهمين أو خلونا تجي من ذي الحجة بش ذي الحجة يعني ما لنتي شن يطبناد أدو صور دقاقي ما لنتي شن يطبناد قيب كم ذا إيو شن يلباتنات بنوران لها لحي يلباتن إلى صدن كردمي وشن بريسوما وحد كدرتا أفر مال مود يهم مالين قاركيت أفر مال مود يه مالين قاركيت معنى ذلك مالين قاركيت يه مالين قاركيت الدل اسكو دارو محين قرز توبن بري مالين توبن هذا صوغ علي نبي صلى الله عليه وسلم برقدي مالين توبن مالين أفراد مالين أفراد بصوغ علي يعني مركا تقريبا وحين قرز هذا توبن طبعاً بيسكون نغانيس مركا وحصوك علي مركا لأربع ليال خلون من ذي الحجة أفرهمين أوتكتاي بش ذي الحجة حالو كالي تبعي أهيد أفر ساكو كالبرقدي ومالين تهمين كي أفراد مالين تيدي أيوما كسوك علي نبي صلى الله عليه وآله وسلم فضاف النبي ضوافي بالبيت بيتك ضوافي كعبة وسعى وحو سعيي بين الصفا والمروة سما صفا يا مروة فضاف وسعى كليك قابسدي ضوافك وسبعة سبعة أشواط الطواف سبعة أشواط متكستا وحو كبل لاما يا حجر الأسود مركز انت كبل لو دسو وركتين ميشت كبل لاما لا أتمد وكو كعلي اللبو صدع أفر شن لح تضبا ما ركتا سعي قنا وسيدو كالي وتضبا محوها سعي وكب الله من يصفى من صفى إلى مروة وواحد من مروة إلى صفى نوا اثنين سيدا أسبو أسعونا يا مرك سيدا أي أسعونا يا تضبا داس أفر جيرو صفى كدقا قضي ودو سعو تدميش اللي يرهدو مروة يصدح جيرو مروة كسو الله بتاي ومحوها صفتي ميت تضرر سواسقنا أيو يهي مركوه فضاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل نبي محل لوب من أجل بدنه أي من أجل هديه هديه أسوكحي أوغي نبي محل لوب لأنه نبي صلى الله عليه وسلم قلدها هدي جيب أقر حري قرت وحوق صحري وسو على ميي ثم نزل نبي وحو دقي لكن دتك كلا سيدا نوعي من دونتا عدي أن هدي ودين النبي وحو أمري إنو حلالوبو ونسو قيسي وحكستو أهارا هدو حج إفرادة أها إيا هدو قران أها إيا هدو أهارا تمتع عبركلي وصوحر طيبة وحي أن هدي ودينو لن نبي وحو أمري صلى الله عليه وآله وسلم إني حلالوبان لكن نبي ما حلالوبين لماذا؟ لأجل بدنه نعم لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة هدي قرمو حلالوبيا يوم النحر يوم العيد كور ما حلالوبي كرو قف كنا ما بحلالوبي كرو هدونا تميه حيرا تميه إن الله حيري كرو هدي إلا قلين هدي إلا ما قلين كرو إلا نعم يوم النحر مويه من أجل بدنه لأنه قلدها نبي وأسو قرحري ثم نزل بأعلى مكة
maka korkeeda buu degay. Maka dadka hadda joogaahi waxay yiraahdaan aclaa wa asfal, dhinaca koonfureed maka way u foorartaa, waadi baa jira oon xagga u degaya. Sidaa darteed mandiqada u dhoweeye dhinaca kaxiga waxaa lagu magacaabaa misfala. Waxaa laga yaabaa dadka xujaajta qaarkood meelahaas in la dejiyey oo magaca ay cibdisan yihiin, laakiin siduu ku yimid aynan garanaynin. Misfala waa dhinaca maka u hooseysa wey. Dhinacan kore oo bari ilaa maaratay muxuu ahaa waqooyi bari ahna maka waa u sarraysaa. Waliajli dalika waxaa la yihahdaa mucalla, meeshaas mucalla waa sarraysaa iyadu, magacaasay leedahay. Marka wuxuu leeyahay wanazala uma nazala, nabigu wuu degay biaclaa maka, maka korkeeda, makana god bay ku jirtaa, maka korkeeda buu degay cinda alxajuun, meesha la yihahda xajuun. Xajuun iyadana inaad maqasheen waan u malaynayaa, yacni way u dhowdahay buuro waaweyn baa ku hareeraysan dhinaca maaratay muxuu ahaa bariga ayay kacbada ugu aadan tahay, taqriiban 2 kilomitir meelahaasay u jirtaa, ama 1 kilomitir iyo bar ilaa 2 kilomitir. biaclaa maka cinda alxajuun, waxaa ku taala qubuurta ahlu maka, qubuurta ahlu maka meeshaa ku taal. Wa huwa meeshaasina oo xajuunka ah muhillun bilxaji, waa meesha xajka laga xarmaday waqtigii nabiga sala allahu alayh wasalam, saxaabadii la socotay meeshay xajka ka xarmadeen baa halkaas ah. Walam yaqrab, nabigu uma dhowaanin alkacbata, kacbada bacda dawaafihi, markuu dawaafay kabacdi uma dhowaanin biha kacbada, yacni markii maalinta uu yimi uu soo dawaafay dawaafkii iyo sacyigii ee markaa intuu ka gudbay uu halkaa degay, kuma soo noqon nabigu kacbada ilaa maalintii ciidii kadib, kuma soo noqon salawaatu llaahi wasalaamuhu calayh. bacda dawaafihi biha xataa rajaca min carafa, ilaa nabigu uu carafa kasoo laabtay. maalintuu carafo kasoo laabtay oo yowmal ciidi ahayd ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam kacbada yimid oo dawaafay dawaafu lifaada. wa amara, wuxuu amray asxaabahu, asxaabtiisa wuxuu amray maalintaa hore oo ay yimaadeen oo maalintii afaraad ahayd ee nabigu dawaafay sacyiyeyna uunan xalaaloobin. wa amara, wuxuu amray asxaabahu, asxaabtiisa an yatawafuu bilbeyt, inay beytka dawaafaan. وبين الصفا والمروة, صفا يا مروان أي ضوافان بمعنى سعيان, بين المروة بين الصفا والمروة. ثم يقصروا من رؤوسهم دبدودنا ايتمه ذا قابيان, ثم يحلوا قابدا إيو حيردوا ويبنانتهي. ورب تبارك وتعالى قرآن كسوح كليهي markii nabiga ru'yadiisa laga hadlayay, laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya bilxaqi latadkhulunna almasjida alxaraama in shaa allahu aaminiin muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriin. idan inaad xirtid iyo inaad qasrisid oo gaabisid waa siyaan, bal in la xiirabaa fadli badan, sida xadiid nabiga sala allahu calayhi wa alihi wasalam uu duceeyey اللهم ارحم المحلقين بوير نبيه مركاس يكو يرادين والمقصرين يا رسول الله إلا دادك وحلقة يا با داد قابي ييو داد حيري بين كتشيران مركا قول ذي قابي سيسي دعاء أولا الشارقان بيرادين النبي حصوصيين والمقصرين مر لباد بو النبي كعليا اللهم ارحم المحلقين سيدو كلا يكو يرادين مر صدحات بو كعليا اللهم ارحم المحلقين مركي أفراد بيرا اللهم ارحم المحلقين والمقصرين مركا صدح شير بالغو قوني يلي كو حيرتي مالكتا مركي أفرادنا ولا وداتشي. إذن مركا سبا مركا إنا سيدا أصعي برنانتي, لكن هذا هل كان حديث كان وحاكو جرى ثم يقصروا من رؤوسهم ماذا حيادو ذبي قابين أيان حيرتان كي لما الشيكين حيرتان كي لما الشيكين ولعلها مقصود وعلوم الغار كود بوحي فضلان هدي حجك سود لو يهي سيدا هذا صحابة وكلاء يهي حج كيبا أفر مال موت باكحكتا حج كيبا أفر مال موت باكحكتا تميه اللحيري أفر مال مصابح كران وحل حيري كرام مكتران مرك.
marka hadii saaso kala xajki u dhaw yahay waxa afdal ah inuu gaabiyo si wax uu xiiro maalinta xajka uu ka xalaaloobayo yowmal ciid ayuu soo haraan maragta culimada qaarkood baa sidaa yidhaahda lafdigaas bay qaateen uma yuqasiru min ru'uusihim xalqigii hadda lama sheegin uma yuxilu marka ay xalaaloobaan waxa xiiranayana waa ragga haweenka maya haweenku waa gaabinayaan haweenku way gaabinayaan iyagu xalqi ma laha intay gaabinayaan marka qadarkeedu intuu la eg yahay waxaa la yidhaahdaa timaha inta kala qaybiso guudguud ka dhigto ayay un qayba fooda hore biqadri anmula farta xibinteedoo kale bay ka goynaysaa marka tayib uma yuxilu marka ay xalaaloobaan وذلك لمن وي قف با حكمك لسي الرخصاص لم يكن معه بدنة أن هدي وذن بدنة هدي قالوا جيدا قفا هدي وذن قف كسب له الرخصي بدنة سو قلدها أو سو قر حري أو سو علامي ومن كانت معه امرأته قفكها زوجتي سي أي لصعته فهي إيادو له إساق حلال حلال بيؤتها مركا أو حلالو بي والطيب والثياب يعني قفك حلالو بي حلال حلالو بي كاملة درك إنو لبستا أو حلالا ديبك إنو استعمالا أو حلالا زوجتي سيبا أو حلالا لأنه هو حلالو بي سوما عمره أو حلالو بي أما أنت هدي ودي وهدي قصو على ما يسي iyagu ixraamkooda kooday ku baaqi ahaanayaan ilaa yowmin naxri laga gaaro oo yowmal ciid ah saxaabadii sidaas ahaayeen waxay ahaayeen dad aad u yar oo faraq u tirisa nabiga iyo cadad aad u yar oo saxaabada ka mid ah baa la sheegaa tayib marka xadiidkan waxyaalo badan baan ka qaadanaynaa waxyaalahan ka qaadanayno marka ugu horeysa baabka oo ah qofka muxrimka ahi muxuu labisanayaa sidaan hore usoo sheegnay ragga un waa laba go keliya waxa loo ogol yahay wax kaloo dhan looma ogola wax ka hooseeya ma leh wax yacni samaysan oo jirka qaabkiisa u samaysan oo dhan looma ogola koofi looma ogola cimaamad looma ogola khuf looma ogola madaxa inuu dado looma ogola waxaa loo ogolyahay barafuun looma ogola waxaasoo dhan looma ogola haweenku waxay la wadaagaan inayna baraafuun wax la yidhahda aan loo ogolayn iyagana laakiin dharka way ka duwan yihiin iyaga dharka way ka duwan yihiin xijaabkooday qaadanayaan cabuurkooda bay qaadanayaan sarwaal bay qaadanayaan khuf bay qaadanayaan sigisyo iyo kaba daboolan bay qaadanayaan waxaasoo dhan bay wada qaadanayaan kulligood waa loo ogolyahay keliya kan wejiga iyo waxaan loo ogolayn kan gacmaha la gashado tayib oo marka maxaa la samaynayaa gabadhii dad ajaanibihii haddii ay la jirto maxay samaynaysaa kulley axaadiis baa jira caaisha ay leedahay nabigan la soconnay innagoo muxrimaad ah markii jamaacada safarka ahi ay nasoo qaabilaan mid annaga naga midihi jilbaabkeeday wejiga ku sii daynaysay markay dhaafaanna waa faydaysay marka culimmadu waxay yidhaahdaan mara khimaara oo midan indhaha furan ee la xiraya aan ahayn ee madaxa saaran ee madaxa sidaas loogu soo wejiga loogu soo dadayo markay raggu dhaafaanna ay faydayso taa waa loo ogolyahay laakiin midkan indhaha jeexan oo la xiro gadaal loo xiro wejiga lagu xiro kaa lama ogola gacma gashigana looma ogola dayib gacmaha marka inay ku qarsato jilbaabkeeda waa la ogolyahay taas jilbaabka waa dhex gelin kartaa laakiin waxa weeyaan maaragtay looma ogola qafaasaynka looma ogola haweenka intaa kaga duwan waxay ka wada siman yihiin dharka lagu midabeeyey warsi iyo zacfaraan looma ogola rag iyo haween midnana looma ogola raggu isaarka ay qaadanayaan iyo haweenka dharka loo ogol yahay midabkuu raba ha lahaado wixii aan warsi iyo zacfaraan aan ahayn iyo nacam ha waxaasoo dhan waxaan ahayn waa loo ogolyahay laakiin midabku rabaha ha cadaado midab ha lahaado cadaanka laakiin afdal ah tayib iyo qofka hadduu xaj soo xirto ifraada iyo haddii uu soo xirto
قران هدي ونود وحاو بنان انو عمره بدش هدي وقت اهري هدي وقت عريري يهي ومثلا ما انتي همينك عرفاض وكلا امك صغره ده وقت حلال ومهرين اللي بروح حلو دريره يا ماشي اللي رد عرفاضه وقت وهدو عريري كوي هي إحرام كيس وكسعون إفراد كيس وكسعون يقران كيس لكن هدي وقت أهري وحا أريح أه أفضل نؤه إنه أبدش عمره أحلالوبه دبديدنا أمك كحرت حجكي سيد النبي قبوا أمر الصحابة دي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هدو ربنا إحرام كيس وكباقي أهانيا ويالي كرا إحرام كيس وكباقي أهان كرا هدو إفراد إيوه محوية أوية هاي قران لبدا أمدي هاي نعم وعاكلوا حديث كاللو دليل شدي ومسألة حجاجته هذه يتشارالة أي سويديان فضلي وحاجر كسو أروري المسجد الحرام أو صلاة اللي قلت كذاهي أي أقول لك أن تبقل كن أو صلاة هذه مسجد النبي قال لك الرابو مسجد النبي وحي ديرته هاي يعني وحاوه ينبقى وحي ديرته هاي بقول باي ديرته مسجد النبي قلنا وحو سلا مساجد كلا ديري هاي كن صلاة دوت ماركتا كو ماركا مسجد ماركا مسجد الحرام وحو مسجد المدينة ديري هاي بقول ماركا بقول صلاة دوت او تيبا كنت هاي ميقين قن بقول صلاة دوت وتيبا كن صلاة دود لأكتاه إلم سمين غنى بقول كن صمى صح صمى بقول كن إذا المسجد الحرام مساجد كلا هدي اللي قرب مسجد النبوي مسجد كي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دي سوحين غنى بقول كن أو صلاة دود فضل قاسي من مسجد الكعبة كلية بكوني هي بس مساجد مكورلن ولا قبتها مساجد مكة أو أرض الحرم كشرته إن اللقب تبع علماء إفتاده وإن المسجد ككعبة هنا كجوني أهين جماعة هبطناته أو كثرة الجماعة هجرته لكن من حيث الفضل وحويا مكة لن حدود حرمك أنت كنت الله باللقبته سببت ما حيت هاي مركز دليل كاس حقين لك كياني أدلة بضن أدلة أدي أدو بضن لفظك حديثك وحوءها صلاة في المسجد الحرام مركب مسجد الحرام مسجد كعبة كمجونئها مقع سحاله حرم كوردن أرض الحرم كوردن بدليل رب تبارك وتعالى هذا آياتنا آخرنا سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام والله يا وحد قليس المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين حال كونكم مركز أدقليسان محلقين رؤوسكم ومقصرين هذا ماذا حيدي نحيريسان أود ماركتي محوءها أود ماركتي يرين إذن مركز ماذا حيدا الله حير أيوه أو الله قابين أيوه وحال لقود نحجراء مسجد الحرام آية أساسا لك فهم هي طيب قور ما مركز قفك محوءها نصقة سوحت عمره ذو كله قربه ماذا حيرة أما قابية مركو السعي قد ما يصوم السعي بين الصفا والمروة عند المروة كحيرنا يا صوم في ذاك الوقت الصفا والمروة مساجد ككعبة لكم أدي حولين بناك كأهد علنا وحوشي مركا اتماها حيرنا يا نوي قابين يا نيني مسجد الحرام كود حشيران إذا تاسع وحي كنت سنيسا إن مسجد الحرام وإن المسجد ككعبة كوكوبني وحكى لي تولى ماذا سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى. نبي قمر كل دل من يي وحلقة دل من يي من المسجد الحرام. سيرضنا وحلقوا يقانه معروف نبي صلى الله عليه وسلم إن لجو ضي قبر ليراد أمي هاني والنبي قال المأذرة هاي أمي هاني بنت أبي طالب قرق إذا إن لجو ضي أولي بجبريل سقفك كسوق علي قرق وقال كان لجو ضي قرق أمي هاني لو حكوية اللي ما لها الضبا حرمك كبحزن حرمك أولي بلا بلارية بنانك كسي جرتها أولي يرهدو شعب بني إيش شعب بني عامر اللي يرهدو ودنا وبرقة وقؤادن كعبضة هي قرق إذا كوية اللي ومع ذلك ربي وحولي من المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة ما أهن ماشي لقد إلمي إيه أدل لك لبا وحيالك ليؤد للشدين وحكم إذا حديث كان نبي مركي مكيمي ما لنتي أفراد وضوافي وسعيي وقدبي حجوم بودقي حجوم نحا مسايد كعبة وحيوجر تلبا كيلومتر هذا مرمرك رمضان كأي لا تكن يؤ زحمد آدي آدو بلنتا يا وقت حجك صففك جارة صففك جارة هالكاس ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وك حديثك أولي هاي مارتا محوها حديثك وك أولي هاي نعم نعم ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه كما أنقل نبي كعبة دي ماشي أود جناب كتو كنيي صلى الله عليه وآله وسلم هل معقول متى هاي مرك إيضاً لمكة لو متر أي أجرت كعبة دي أو بغلكن وصلاة ضوضة إنه النبي هل كان دتك يرهدو هل كان استجدت كذا هل كان لجوت كذا الله والله بقولك كن أصلا الله جحر ما يسور قل من غني ما يا لا لا يعقل لا يعقل بحال النبي صلى الله عليه وسلم دتك أد بخير كورش على بركسي ذا درت تبي علماء وحي افتوضان قولك الراجح أنا أويهي في حدود مكة يعني وحنا قال الله يا حرمك في حدود الحرم أي أجر كوحك وذا وذاك سده سيدات درت يدبي وحي حتى افتودان يرهدان زحمدا هلغا يريو الا ددك ايمان اي كعبه ضواف يبا بوخ دافيي ددك ايغو ضوافي هدي كو عيريريان ايغا ايو كلغود مرر قار كود يعني وقتي حجكا وهذا اركيسا صلاه ديبا لا جليا ولا تكنيا ملئت كو سجود مهليس أتذكر في مرات من المرات أن نقو ضواف كجرنا سعي كجرنا أي صلاة دورنا لكو أقيمي أفرت رقع ضوض وحالة نميي أن نقو تاك تاقا وأنه سورة قلويس ما ركت ناك ما ندعك وقوانا سميدا لكاه الرئيس حد سميني إذن المركز وكلا علماء المركز وحير هذا حل فضو دايو سيحمد دا المركز دتك إيمانا يأيقو وهد سوق لي ضوافيا هلا هلا فضيه ومي لها مركه لدغن يهم مكه دخديده وحرمك مساجد بيلاده يا مصلاده هل لو قلت كذا بي ادي اد او قيليا مخو لا دواقان علماء والله اعلم الهي باقرني حديث كان كم ذا حديث لو دليشده مركه باب من بات بذي الحليفه حتى اصبح باب من بوب بهي بات بريي بذي الحليفه ماشي ذي الحليفة أو ميقات أهل المدينة أهيد قفكي بريي حتى أصبح إلى أوا بريستي أودتك مدينة كسوحجين يا إلا ذي الحليفة وأهل المدينة عليه سوما دتك مدينة كسوحجين يا مركي ذي الحليفة بري إيمان أيان إن يكو ماشي الدقان ما لأن ما ظهر إنتي ماذا إني ماشي الدقان ساسهبون قاله ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر باسدايري عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيقون كوريي ابن عمر باسدايري والنبي كوريي حديث كان وانا صومري دور باب كهربون صومري باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة نعم باب كاس حديث كن شنبغ الصدن يصدح مرك حديث كوحوها لفظي سو
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. بات عند من؟ عند الشجرة، عند مسجد الشجرة بذي الحليفة، مركز ذي الحليفة إن وقفك بريه ذهابا وإيابا لبضبا مرك أسي صعضا مك أسعضنا ما لن ماذا هرو تغيى همين كينو كهيدو. هذا هو الأفضل. هدي أسوى نقونا يوم مدينة أسوى صعضنا إنو كسوى بريو همين كي برقادي أمك مدينة صغره هدو همين كي كسوى آدو همين كي بان لغسوى آدي شري سببت أيتاي مراحش إيو عباره ويحددنايين صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا بابور أم بالغو بيبيا ما عبار بيا شربا أرد كتك سوق هذا بس هذا يربد مك مدينة كو جليسة أما مكة كو جليسة. نعم. محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي أياتك دي بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل محمد ابن المنكدر. هو محمد ابن المنكدر ابن عبد الله ابن الهدير أبو عبد الله القرشي التيمي المدني وتابعي. محمد ابن المنكدر ابن عبد الله، نعم، من القريش بوها، من قريش مدني نواها أهل مدينة بوها، وحوها من إمام أو حافظ أو قدوها لقد ديدو حتى لقب بشيخ الإسلام، شيخ الإسلام لقب لوغا ديغي، نعم، وتابعي. عن أنس بكوري ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أي الظهر، صلاة الظهر سيدنا إيمان دونت، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة، صلاة الظهر بالنبي بالمدينة كتكدي أربعا أفرق عدد بتكدي. ليه؟ لأنه مقيم ولما مدينة جوغا. وبذي الحليفة ذي الحليفنة العصر بكتكدي ركعتين لبرق عدد لأنه مسافر. قفكم مركو مقالة كبحو ومقالة قضال كمرتو مركز أوب اللابنة يا قصره، مركز أوب اللابنة يا قصره. مسافة سفر كنا وإن يتهي 16 فرسخا، سديد يطبن فرسخ، فرسخ وذاددو حين وقف سيري جرين علماء يدهور الصومالي ذاهيد مركي أب صوماليين أيان عرفوف عرفوف هلك عرفوف أري صبحي لسيد دايي دادك أريق إلى لينش روا قران أيه أون لك حينين إسكي سيساقو إساقا صعودة عارض كيسو سيدا أوها قاقو كان دمنا لقدب أرورين أيه ماشا قبل كو قدعو قداقيا واسعودة وماشا قبل كو قدعو تقريبا هذا شنبقل أيه هو واحد لجرة أو متر يعني شن كيلو متر أيه واحد لميدة بين قنين. على كل حال مركز 16 فرسخ المركز لإسوقيه وتقريبا ما بين 8 سديد يسديتا إلى سقاشن انت ولا حيسوي سديد يسديتا كيلومتر إلى سقاشن انت ولا حيسوي فرسخ خاص وأفر بريد فرسخ إيه بريد إيه وحساجرة مركز مدى بصفر كمسافة دي سنة وينو انت ياهي مدينة انت وكدرتها هذه أدبي ودرتها أفر بغلية كنتم كيلومتر بامكا إيو مدينة سوشرة. طيب لكن قرمان الله بالله يا مركي مقالة لقى بحه ومقالة قدال كامرته مقالة هذه هذه قرية هذه هذه قنيت مركي النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة مركو قاري أود دقي قلب نمدي عصر كهلك بكتو كدي لبرك عدود بونتو كدي ثم باتا مركاسو هويدي همين كيبو كهويدي حتى أصبح بذي الحليفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماشى ذا الحليفة اللي يراد أكوى بريستي
وواقو قبريي. فلما ركب راحلته راحل ذي مركو فولي واستوت به وإلا استاكتين لعقا ديقتين للك أهلا مركابه النبي حرمضي نسقي النبي مركب محو حرمضي بالحج فقط أو بالحج والعمرة أو بالعمرة فقط متمتعا انت بوال الشيقي وصلوا إيمان دونتا إن شاء الله تعالى وكهل دون هذه الهيرة. أبو قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. أبو قلابة مقعس حالي رضا عبد الله ابن زيد ابن عمرو الجرمي قبيل لي هذا جرم بكر الشيء من ثقات التابعين بكمدها يفق هذو ذي من رواة الحديث النواءها أبو قلابة. أبو قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي صلى وتكذي الظهر ظهر كبوتكذي بالمدينة مدينة أربعا أفرق عدد بكتكذي مدينة وصلى العصر اسلام مال انت عصر كدين ووت كدي بذي الحليفه ذي الحليفه بكت كدي ركعتين لبرق عدود يعني صلى الظهر بالمدينه اربعا لانه مقيم وصلى العصر ركعتين لانه مسافر في ذي الحليفه. قال وحيري نكل يرهدو ابو قلابه واحسبه وحنوم علينا يا انس انو يري بات بها أي بذي الحليفة حتى أصبح. حديث كان حديث كي كهر ريي ومحمد بن المنكذر وورينا يبوطان وقو الشيغي إنو كبريي حتى أصبح بذي الحليفة واتكين سعير مركا وأحسبه بوير مركا ساقو. حديث كوا مختصر ساقو انتان كتام نمان بضانو كدير بونا نوئي من دونا إن شاء الله تعالى إسلا كتاب كان كتاب الحج. باب رفع الصوت هذا وحن كرمناه وحويا ان ذا الحليفة ان لبريو ان لبريو قفكي برياهي وصنة ذي أصيبي ان كسرين ان هذا صورة قالهين قفكي أسيقو كلي يسوه عائلة ذي سيوتو بابوركي سيسكوتا ها لكن هذا أديق اسمحو كنت حملات باجرة بس ساجرة بس كون ميشا ان بوكو مارينا يا أدوغو أغو بدنان هل ساعة هل ساعة يبر أغو بدنان لبس ساعة أيو سوغي يادتك حجاج تاهي انت أي مارتي محوها كدير قروبيان أو حرمانيان أو باي إصداهرين أيان إصديارين أيان ماشو مسقولة بدن وواوين باي لا دهي بي إلا دهي لغو ما يرتو دارك لغو بدشو سوق دنباكو يالو إحرامك كليا لغو قضو وحكالبا لغو ما قضبا إحرامك يوحيالا ير يرون مارتي زاده انت انتاه بسيل أمبا لغو قضا سوق دنبا. باب التلبية نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية ذو مركهرة وحوية نورت رفع الصوت بالتلبية معنى هيدنا لبيك أو كلام مركان مرنا أركدون نايه بمعنى الإجابة هو إلهي بد أجيبتي لأنه إلهي سبحانه وتعالى دتك حج بأغيري وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. نعم نافع وهو مولى عبد الله بن عمر. نعم نافع مولى عبد الله بن عمر القرشي نافع وحوءها إمام من أئمة العلم والحديث ولب الثبت وحي أشيغ السجيهين أيوها نافع مولى عبد الله بن عمر بل وحال له جري عالم المدينة لأنه مدني بوها مدينة عالم كيدي بوها. نعم ومفتيها نواها هذه جرالنا إن بضان صحابك لو كوريا لكن موليه عبد الله بن عمر
نعم أبو قلابة كوضع هذه سمع. لا نافع نافع من وضع نافع عن عبد الله بن عمر سمع حديث كسوم شيكس متكلم يا كوري ما كان أبو قلابة أبو قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه كسوى باب كيهوري ما باب كان كبودة باب رفع الصوت بالإهلال باب كان كبودة بارك الله فيك باب رفع الصوت بالإهلال صوتك إنكر لو قاضه إهلالك إهلالك ولبيك اللهم لبيك مركادني ستيد نسقة باو حالي هاي متكو يهيبة هدو عمري هاي هدو حجي هاي اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجا هذا هو الإهلال هذا هو التلبية أو الإهلال حرم الشذي بضل الواقي إهلال كي بضل الواقي تلبية دي نعم سيدي سنة أصل كيسو كلمة الإهلال وحال لو جيدا صوتك كر لو قاضه ووحال لي رهذا إلمها يركاه مركي دشان استهل المولود المقيل لدلي وإلمها مركي دشان يبنان كيمادان وقيليان وأويان ماركتا وقيليان وأويان بركو حال لي استهل المولود أي رفع صوته بالصياح عند الولادة مركو بنان كيمادبا أهم بأفكا شبان أيامك باب رفع الصوت بالإهلال أبو قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا أنس بن حليفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا مدينة أي ظهر كي كنت كذي أفر ركعتين والعصر بذي الحليفة ركعتين عصر كين ذي الحليفة كنت كذي لبر ركعتين وسمعتهم وان مقلي يعني دتكي حرنيي نسق حرنيي يصرخون أيقوا لقيل ييان بهما أي بالحج والعمرة معا حج إي عمرة جميعا دمانتود أوله يعني جميعا وحوجه ذا يعني جمعا بالحج والعمرة بجمعا الحج والعمرة حج كي عمرة دي بجمعينيين يعني إهلالك أو وحي لهايين اللهم لبيك عمرة وحجا ساسي لهايين أيقو السيد علي إذا وقران كي قران بي حرم ذين مرك داد بضم باساسها قال عمرك لي حرتنا ويجرين قال حج حرتنا ويجرين مرك كربا لولا دواقي صوتك ولولا دواقي باب التلبية تلبية قاب كيدو واسيد مرك نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم نبق تلبية دي سوحي أهيد سدة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سدة سو نبق لها صلى الله عليه وآله وسلم صحابتنا لهايين كلمة مركة لبيك أصل كيدو حكيم لبا لك لبا لك هذا مركة صيغة وحي كتم صيغة التثنية لبيك لبي يا ذا سوى للتثنية لكن مؤنث حقيقية تثنية حقيقية معها تثنية حقيقية معها وأن يعني وحويا لفظا وحان الله قصد كيدنا وحويا للتأكيد أدب الله أتكينيا ومعنيه دوام حي لبيك اللهم لبيك ألوك أجيبي إجابة بعد إجابة هل مركو ما أجيب كبضا لبو صدح أفر شن إلا إلهي أمرك سوين الأجيبة سوما أمرك إلهي حقي كيمت يا رسول كيسا وين الأجيبة وين الديار تهي هل مريا وحكا بضم بين ذا جيبيس مركساسا لو قعوا العلين إياه لبيك اللهم لبيك للي لبيك لا شريك لك لبيك ربي يوكو أجيبي أجيبي تانكان كو أجيبي ينا للهلما وذاك سدو سيدة إلهي اللو أجيبي يا سيدة دتك عادي قادو أجيبي سأسكم مدمية أبدا نعم
ربي ولا أجيبة لمن خلافه لكن بني آدم كي بشر كوحن رسول كي إلهي أهين تضيع وتخالف وحلقوا أضيع الشرعية ولقوا أضيعية معروف كالإسكو مديده معروف كوحيئة قفنا لقوا مديده ولقوا أضيعة وحن معروف هين مكو مقص بنيت هنا تكو أضيعدت نعم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد مهد يا أمان والنعمة يا نعمة يا إحسان يا فضلي لك أديق ألوك أهاضي والملك ملكنا أذاله لا شريك لك وحك لو ذاك سداني مجيرو لو ذاك سدي كوما سقنان وحك الصاء ضاعة أو عبادة أو ربي تبارك وتعالى لقو أجيب أيه وككلي نعم سيدان بادورا نيسا مركز حرمتي كلمة باتكو على العلي نيسا وكلمة وين أدبي وينتهي وتوحيد وإخلاص نعم وتجرد أتكرر بحضي كتلح بحضي إلهي غير كوحي أها هل كبت كدادس قشن قبك كدادس وحي إلهي كسوهري ألك اليوم بعد صرفت عبادتك صرفت باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة باب التحميد مهديب إلهي لما هديو الحمد لله أبو عطية بارك الله فيك أبو عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك إذن رواية عن عائشة حديثك عائشة أقصر من حديث عبد الله بن عمر عائشة وحي كجو جسي إن الحمد والنعمة لك وحي كنقصة مسي حديثك عبد الله بن عمر والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك إذن زيادة دوا مقبولة قدر أنت كلو إسكوا فقصيهين والملك لا شريك لك أمباكو زيادة حديثك عبد الله بن عمر قدر باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة باب التحميد مهد إلهي لما هديو والحمد لله لا يرهدو والتسبيح هي تسبيح وسبحان الله لا يرهدو هي والتكبير تكبير للي مدو الله أكبر لا يرهدو قبل الإهلال انت أو نقفك حجك حرما عند الركوب مركو قاديد كفوله على الدابة دابة أوفوله أي أبابيه أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وصبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي باتكدي ونحن أنقنا معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم نبغا لجخني بالمدينة مدينة نبغ كتكدي الظهر صلاة ظهر أربعا أفرق عضاد والعصر صلاة عصرنا أي وصلى العصر صلاة عصرنا وحكوت كذي إسلامال انت بذي الحليفة ميش ذي الحليفة اللي يرادوا رقعتين لبرق عضاد يعني لبرق عضاد كليها عصر كي لقيت كذي لأنه مسافر قصرا ثم بات مركاب النبي قبريي بها أي بذي الحليفة حتى أصبح إلى أوابري استيبه كبريي وميش أتشوقي ثم ركب النبي وفو لي قاديدك حتى استوت به إلى أي لعقة لقتي على البيداء برنانك أي لعقة لقتي يعني قيل مركة لفولة يو سوق فلية لفولة سوما والله كعيا هاشي مركة كعضي أي عقة لقتي أفرت عقود لقتي برنانك استاكتي مركة أبو النبي حرمضي سوق هاشي سارا
مركا انتو ننحر من حمد الله ألو مهديي وصبح وانا تسبيح صدي وكبر وتكبر صدي ثم أهل مركابو حرمضي وكل واقي بحج وعمره حج عمره وذجره. حديث كان هذا أنس كل دوبة نصه هرمريه وحديث كي محمد بن المنكدر يا أبو قلابة باللبض وباي صوريينه وحي أنكو قابصدين إنه مدينة أربعة أفر رقع دوت كتو كذي ظهر كي عصر كان أو ذا الحليفة كتو كذي رقعتين كنا وابريستي رواية نيكا ليرا هذا محمد بن المنكدر وأنس كورينا يا وحي كوزي هذه سي أهلا مركي هشو إلا استاكت واستوت به فلما ركب راحلته واستوت به أهلا انت أصبح مركا أيا كاكو زيادة أهي مركا أهلا كلي أبو يري نو مشيق محو حرمضي رواية دان بفسرتي مركا ثم أهلا بحج وعمرة حج عمرة اسكررا أيو حرمضي. نعم طيب حدا لو ماذاك يقولك وحكى ألفي أنت وحكى ألفتي مناسك الحج يا علماء هذا كهذا الشبع ولما أرق تحميدا يتسبيح ذا يتكبير تا يجوك هالليه ولما من قديم الزمان يهيت. ولأجل ذلك حافظ بن حجر رحمه الله تعالى أيا وحولي حديث كان وحنوفا إذي استحباب الذكر قبل الإحرام انت أظن حرمان إن ذكري التي مادت ذكري قاسم تحميد هالنقطة أما تكبير هالنقطة أما هالنقطة تصبيح ساسا مستحب مركاس وليبا وحويري حكم كان السقعة واستحباب الذكر ما أنا أرقب ويري سقع أرانيا وهذا الحكم وهو استحباب التصبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض بويري قل من تعرض لذكره مع ثبوته وحاير بويري قفك هذا اللي يدو ولبا أي ثابت هاي ويسون هذا النبي كسقنات إلى الآن حتى إنكسى شيخ كسى وعلماء دواوين وتوعيين وحجاجتك هذا اللي ومرك الحرمان وآذاب الإحرام يشيغي قفك الضري ولي أنا قد نفتي يدو لغا هيك كما مقال كتب تلقى قري مناسك الحجنة مشيغان إذن ومعلومات هذا وحويا مارت إنك اللي يردون وبرارجيي الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وأنا بابا إمام البخاري رحمه الله تعالى سببته أسميي إمام البخاري تذكر هذا أنا ويكو جرته قالت ريبا جرته مركي أوقفك النييستو نصقة نصقة مركو النييستو هذا تكبير يا تحميد يا تسبيح كلي لي ماذا وانا تلبية الله إيمان لبيك اللهم لبيك وكافي تابو ديدا يا مركة إمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يسوق لي ميد محوها تحميدي يا تسبيحي يا تكبيرتي أيها دنوح كدري وحديثك كجرته نعم ثم أهل بحج وعمرة أهل إهلال كينا ولا يمين ولا إسكوة الدرية مرك ولا إسكوة الدرية وأهل الناس دتكينا ويحر مدينو بهما أي بالحج والعمرة حج إي عمرة بوي إسكوة الدرين أيقونا أيقونا نبي قد ديانا صلى الله عليه وآله وسلم فلما قدمنا مركان صوغلني حقاي صوغلين أي مكة مكة مركان صوغلني أمر الناس نبي وحو أمري دتكي إني حلالوبان وفحلوا وي حلالوبين حتى كان يوم التروية إلى ما لنتي سديداد إبشة ذي الحجة أولير هذا يوم التروية أهلوا وحي حرمذين بالحج حج بي حرمذين قال وحو يرينيك ليرد أنس قال وحو يرى أنس
ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده نبي قعنتي سوكو قورعي هديقي سي بدنات كل الموضة قورعين قاربه قورعي نبي قوحو قورعي 100 من الإبل يوم العيد أو هديئة 100 من الإبل يعني تقريبا صدح إيا اللحدة النبي قعنتي سوكو قورعي انت وحي كدن بينا علي بودي بوير لمايستر نعم صدح إيا اللحدة كوا سنقي يدأدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم مركا قعنتي سوكو قورعي قياما إيادو تاغن قيلا مركا لقورع أيوه سوكو تاغن بالا قورعا لقبا اللوحرا لقبا اللوحرا صدح سوكو كتاغن لقوني أحران تاي بالكا ربادا لقمودا مركا نبي ساسوكو قورعي قياما إيادو تاغن وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي نوحو قورعي بالمدينة مدينة وحكو قورعي يعني في عيد الأضحى كبشين لبوان أملحين أملحين وحالقا وضا ومدبكة بياض في سواد أو بياض مخالد بسواد لبوان أمدو يعدان اسكو شراء مدبكو دي هاي أيو قورعي نبي قموحو مكاكو قورعي هدي قبي أحيت هذا لبا اللفظي بو الشيغي نحر وذبح ويكالدوينيهين لبا معنى يكاليهين نحر يقو آخر العنق هل كان ربادا قيل وقور دير يسوما هل كان قورتا اوغو اسكاقشو وربادا اهوية نحر يقو هل كان بلغا مودي لكن ذبح يقو وانتان هل كان ماذا حي اسكاقلان يا قورتا اسكاقلانو قيل اي اريقا اي اللقضة انبا ذبح يقاليه قالنا محل أوران نحري ذبح إلى مرة هاي هل كابل قد فري يا كر بكاسر و تاجي هاش تاجن لقبا الله لابا يا كلية لقبا الله بن قالوا سو أفر لقط كم تاجنا قالوا أفر لقط سو كم تاجنا يا تشيل بحر هاشو تشيل بحر نادو إيمان إسا دين عاد كم رئيسا دين عاي تشيل بكو حلا إيمان دين عكلت كسو مرئيسا هذا ربتيد إلا تشيلب كحق يسوي كورو فنان إذا مكت هالشيء سيدا وتعانا كورو فنان ميدا ده ده قال كابا كورو فنان بس خلاص ليه جيسو دينيس نعم سيدا قرآن كتل ما مساسة سيدا قرآن كتل ما مي إياه وتعانا وصدق كتعان بلا جورعة نحري بلا يرضى مرك نحري جو مرك وللإبل والذبح لغير الإبل جيل غير كوي طيب نعم يوم التروية مالمها حجك وشن مالموت مالنت سديداد مالنت سقالاد مالنت طبناد وليح مالموتوي مالنت سديداد سقالاد طبناد كيو طبناد لبي طبناد صدح طبناد ليح مالموتوي ليح ذا مالموت بقعي إليهين شرعية مالنت سديداد وحالي يوم التروية مالنت سقالنا وحلينا يوم عرفة مالنت تبناد وحلينا يوم النحر أما يوم العيد مالنت يتبناد وتكوي تبناد وحلينا يوم القر أما يوم الرؤوس يا حولي لهدي قبل قال يا يوم ضحية بضم بلقيني يا سما مالنت كوي تبنا إلا بيتبناد وحلينا يوم النفر الأول مالنت صدح تبناد وحلينا يوم النفر الثاني مقعيدا سنة حديث تكو أركي دوننا إن شاء الله تعالى سيدا هالله حفظي مرك مقعيدا شرعي وي ما أنت سيدي إذا لقب الله إلى ما أنت صدعية تمناد أنت كلاوا ملمه عادي قاها ما أنت أفرية تمناد بشي ذي الحجة ساسا للي بارك الله فيكم وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك